بسم الله والحمد لله والله أكبر كبيرا وسبحانا بكرة وصيحة. ربنا اجعلنا نحسن حمل رسالاتك يا كريم ورايات الدين يا عظيم. السورة دي بينت هلاك الأمم الظالمة، وهذه سنة الله لن تجد لا لتحويل ولا تغيير. حط في بالك اللي قاعدين شادين صحيح اليوم حقنا غيرهم بالحياة الكريمة والبرزخ والفنون بكل أنواعها، ونحن نعرف الفن النظيف وليمجد الله. نشوف اللي قاعدين كيف النقشبندي رحمه الله، ولا كيف ما عندنا في تونس. شوفك الناس قداش من حبوا برشا ناس في تمجيد المولى وحب المولى وطاعة المولى والالتجاء إلى عون المولى. شوفوهم من الخيرات. احنا ما نقولوش أعداء لكل فن، أعداء لفن يكون فيه الشيطان فاعلا على حساب الإنس والجن، على حساب الحمقى الذين لا ما عندهمش وعي بما هو مفيد أو ما هو مضر. نعود إن شاء الله.